نستهل جولتنا في قراءة أبرز عناوين الصحف الآسيوية الصادرة اليوم من الصين، حيث خصصت صحيفة جلوبال تايمز افتتاحيتها للقاء المرتقب بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا المرتقبة في الفترة ما بين 14 و17 نوفمبر الجالي، وتحت عنوان لقاء شي بايدن إشارة إيجابية. كتبت الصحيفة أن الأمر يتعلق بأول لقاء مباشر بين رئيسي الدولتين منذ تولي بايدن السلطة، مبرزة أهمية هذا الاجتماع في وقت تتصاعد فيه التوترات بين القوتين الكبيرتين. وفي كوريا الجنوبية، كتبت كوريا تايمز أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول ورئيس الوزراء الكمبودي هون سين اتفقا على تعزيز العلاقة الثنائية، وذلك بمناسبة الذكرى 25 لإقامة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين. وأفاد المصدر ذاته أن المحادثات بين القائدين التي جرت على هامش القمم الإقليمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بآسيان همت علاقة التعاون الثنائية بين كوريا الجنوبية وآسيان وقضايا شبه الجزيرة الكورية. وفي الهند، أشارت صحيفة هندوستان تايمز إلى أن روسيا أكدت أول أمس الخميس أن الطلبة الهنود الذين اضطروا لمغادرة أوكرانيا بسبب الحرب يمكنهم متابعة بقية دراستهم في روسيا إذا رغبوا في ذلك. ولفتت الصحيفة نقلا عن القنصل العام الروسي بالهند أوليغ أفدييف إلى أن طلبة الهنود الذين غادروا أوكرانيا يمكنهم مواصلة دراستهم في روسيا لأن برنامج كليات الطب هو نفسه المتبع في أوكرانيا. وفي اليابان، ذكرت صحيفة أساهي شينبون أن اليابان والولايات المتحدة الأمريكية بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة في جنوب اليابان أول أمس الخميس وسط بيئة جيوسياسية متوترة. وأفادت الصحيفة أن تدريبات كينز وورد التي ستستمر إلى غاية 19 من نوفمبر الجاري تجمع 26 ألف جندي ياباني و10 ألاف جندي أمريكي، إضافة إلى 30 سفينة و370 طائرة من الجانبين. وفي ماليزيا، كتبت مالي ميل أن سيولا مفاجئة ضربت عدة مناطق في وادي كلانغ أمس الجمعة، مشيرة إلى أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نشروا صورا ومقاطع فيديو للفيضانات. وأوردت الصحيفة أن إدارة الأرصاد الجوية الماليزية أعلنت عن تسجيل 38 ملم من الأمطار في أجزاء من الوادي، في حين أن عدة طرق تواجه خطر الغمر تحت المياه في العاصمة كوالالمبور.